بعد تكريمها النهارده في موسكو سفيرة النوايا الحسنة، امرأة من زمن الفن الجميل، فنانة صاحبة تاريخ كبير في السينما المصرية والدراما العربية، قدمت الفن المحترم، قدمت الفن اللي دلوقتي شفنا كل الجاليات العربية بتقابلها بحفاوة كبيرة لاحترامها لفنها واحترام فنها ليها. والنهاردة كوكبة كبيرة، والمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية النهاردة اختارها عشان تكون سفيرة لمصر وسفيرة للفن صفية العلا. ربنا يخليك يا كوسي، وميرسي جدا على المقدمة الجميلة دي، متعودة منك دايما، يعني دايما ألفاظك حلوة و يعني مكرمانا قد ما الناس بتكرمنا، انت كمان بتكرمينا. شكرا ليك يا حبيبي. انا بفرح لما بشوف الجاليات العربيه والسكسي اللي خدتيه والتسقيف الكبير اللي اخدتيه وحضورك الطاغي، يعني شوفي في عدد كبير من السفراء والوزراء والمثقفين والكتاب بيتكرموا، ولكن تظل نزاجة والفنانة اللي احترمت فنها وقدمت فن راقي لمصر هي أهم تكريم حصل حقيقي. وبعدين حب الناس والحفاوة فعلا اللي اتقابلت بيها من الناس، على مستوى سفراء، على مستوى أدباء، على مستوى سيدات أعمال، على مستوى كل الكوكبة اللي موجودة النهاردة في سفينة الحب والسلام، حاجة تطول العمر. يعني بجد بيدوا أمل وتفاؤل للإنسان إن هو يقدر يدي ويقدر يكون عنده أعطاء أكتر وأكتر، طالما إنه في ناس بتقدره بالشكل ده وفي ناس حباه ومهتمية بيه وبتحتفل بيه، شيء رائع جدا. صفية، شفتي المنتدى ازاي النهاردة؟ وشفتي التقاء العرب للحب الكبير اللي كان موجود فيهم، ان هم متضامنين مع فلسطين، متضامنين مع سوريا، متضامنين مع العراق. شفتي ازاي الكلمات النهاردة؟ وشفتي ازاي الاربع ساعات اللي جمعت الدول العربية كلها بتتناقش النهاردة؟ كان في نموذج لجامعة عربية. شوفي كل الموجودين النهاردة من جميع أنحاء البلاد العربية كلها، كوكبة كلها بتمثل كل البلاد دي، فعلا جامعة عربية مصغرة، وكله بيتكلم في قضية النهاردة مساندة فلسطين يعني كلمة المفتي كانت رائعة، كلمة المطران كانت رائعة، كلمة الأستاذ الأديب يوسف زيدان رائعة، كلهم بيتكلموا كلام موضوعي وكلها موضوعات تثقيفية. يعني النهاردة الواحد خرج بحصيلة من الثقافة هايلة جدا، يعني مش بتقدري تقولي أنا خارجة من المؤتمر ده ومن الملتقى ده بدون فايدة، لا، استفدنا حاجات كتير جدا جدا. أهمها، أهم حاجة استفدتي منها من سفينة الحب والسلام وهذه الرحلة على مدار 7 أيام، يعني عايزة حاجة واحدة أثرت في صفية العمري، حاجة واحدة جديدة على صفية التكريم، بتتكرمي كل يوم من محافل كتيرة، الرحلات بتطلعي كل يوم رحلات روسيا، حضرتي سفراء ورؤساء قابلت صفية العمري، كونها سفيرة للنوايا الحسنة شاركت في مؤتمرات عديدة، ولكن الجديد النهاردة، الجديد النهاردة انه خارجة بمفهوم تاني، انه ازاي فعلا ان المشاركه مع الغير، التسامح، السلام مع النفس ومع الاخر، وانك تتقبلي راي الاخر وتتقبلي يعني انك تكوني بتشاركي بحب او بتقولي رايك حتى لو الراي الاخر مش عاجبك، لكن ما تاخديهوش بعداوه، تاخديه بشكل
إنساني أكتر، بشكل تتفهمي أكتر، في تلاحم من المشاعر الجميلة جدا جدا. وكان النهاردة يعني فلسطين كانت مسيطرة على كل الكذا مؤتمر النهاردة، كل الملتقى النهاردة كله في النهاية بيصب على نصرة فلسطين، ودي كان شيء رائع جدا. النهاردة التكريم لا هو الأول ولا هو الأخير، وإنما هو تكريم في مكتبة أو في مكان جديد في مكتبة صفية العمري اللي أنا صورتها، اللي بتعتز بيها، تكريم لسفيرة النوايا الحسنة، تكريم لمشوار وعطاء، تكريم لمسيرتها الفنية. هل بتعدي التكريمات ولا بطلنا نعد؟ مش عارفة عددهم لغاية دلوقتي. هل فصلة بين تكريمات السفراء النوايا الحسنة وتكريمات الفنانة ولا المكتبة واحدة؟ لا، أنا مقسماهم، يعني مقسمة التكريمات الفنية وشهادات التقدير والجوائز السينما محطوطين في كورنر كده في مكان، وكل بقى الحاجات دي بقى عايزة لها يعني قطين ثلاثة احطهم فيها، يعني بجد سفيرة، يعني كمية، انت لازم تيجي تشوفي كمية بقت مهولة جدا جدا. انا مش عارفة، يعني كل شيء بيد الله والأعمار بيد الله، بس انا مش عارفة بعد ما اروح عند ربنا دول هيروحوا فين. ربنا يديكي طولة العمر ويخليكي، يعني لازم يعني اوهبهم صدقة جارية بجد بعد كده، لأنه كمية كبيرة جدا جدا حقيقي. يعني دول هيبقوا الورث الحقيقي اللي هتسيبيه لأحمد ووليد، اللي هيتشرفوا بيه إن يحكوا لأحفادهم إن جدتهم كانت ست عظيمة، حصدت الجوائز، لفت العالم، قابلت المسؤولين، قدمت أعمال خيرية، قدمت رسالة فنية. دي الحاجة اللي بيقولوا الفنان لو رحل عنا بيرحل بجسد، ولكن بيبقى بفنه وبحبه وحب الناس ليه. فدي رسالة، وطبعا ربنا يديكي طولة العمر وتستمتعي. الله يخليك، الله يخليك ويديك الصحة والعافية. محطتك الجاية على فين؟ محطتي الجاية، أنا عندي ملتقى فني في الأردن يوم 25 سبتمبر، عندي كذا حاجة بقى يعني. وبعدين انت عارفة في شوية مهرجانات شغالة الفترة دي، يعني في أنشطة كتيرة إن شاء الله. إن شاء الله. ألف مبروك وسعيدة بوجودك. أنا كمان أوي مبسوطة أوي أوي إنك موجودة معايا. الله يبارك فيك يا حبيبي. شكرا.